السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض مثال عملي على ال CMMS Computerized Maintenance Management System، وده نظام بيستخدم في الشركات والمولات والأماكن الحيوية، بحيث يبقى في أي مشاكل تسجل إن في حاجة المفروض تعمل لها صيانة. فمثلا هتيجي هنا هتلاقي الأسيتس، الأصول اللي موجودة اللي المفروض إن احنا نعمل لها صيانة، ولو في أي مشاكل نقدر نقول ان مثلا عامل الصيانة يروح يصلح الحاجة ديت. مثلا بلانت وان، تمام. نبدأ نشوف المعلومات اللي فيها، وده الكيو ار بحيث ان انت معاك الماسح فتقدر تاخد كل المعلومات اللي انت محتاجها. ده ورك اوردر، ممكن تعمل هنا مينتنس تقول له كرييت ورك ريكويست، فتقول مثلا ان في مشكله في التشيك مثلا ولازم تعمل وصف ليها على اساس ايه اللي المفروض يتغير او ايه اللي يتعدل. لو في اي ملف في اكسل او صور تقدر ان انت تعملها ابلود او تحط لينك للملف دوت وتقول له كرييت. ده تايب للمشكله وهنا البريوريتي بتاعتها ارجنت وتقول له كرييت. تقدر تعمل واحد كمان، ده التارجت بتاعك مثلا بلانت وان، وده الشخص اللي عمل الطلب دوت ان في حاجة المفروض انها تتصلح. ده الورك اوردر، ده الورك اوردر اللي هو اللي احنا كنا لسه عاملينه الريكوست اهوت، فتقدر ان انت تتعلم عليه، تقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز. لو عندك اوردر كتير فتقدر ان انت تختار وتعمل فلتره ليهم، تقول له مثلا من تاريخ كذا لتاريخ كذا، فيبدا ان هو يفلتر لك الحاجات assign to، الحاجات دي المفروض مين اللي يعملها من العمال يعني من تيرس برانت. تقدر تقول له شو او ريسيت لو في تاسكات، تبدأ تظهر معايا هنا. ممكن تقول له add task list، هنجيبها من بلانت وان من any department. تقدر ان انت تضيفها، ممكن تلغيها تعمل search display و job بلانت. تقدر نقول مثلا احنا عايزين من هنا ان ديبارتمنت جوب بلان نيم مثلا اكس، الوصف بتاعها التاريخ بتاعتها الستارت ديت والاند ديت، وتقول له اد. الجوب ريبورت ستاتس لما تخلص هتقول له يس انها خلصت، تعمل لها سيف.